الشمال جحيم، هل ما زلتم ترغبون بالذهاب؟ كنت مترددا لأنني كنت أعرف أن المنطقة الشمالية غير آمنة، والجنوب ليس كذلك أو أكثر أمانا، لكن إذا كانوا يحتاجون إلي في الشمال وإذا كان بإمكاني المساعدة فسأذهب. لذلك قررت الذهاب. وأول ليلة وصلنا فيها، وصلنا في الساعة السابعة، أول حالتين تعاملت معهما طفل كان مصابا بحروق شديدة وبمعية والدي، وشعرت بالصدمة لأنني لست معتادا على ذلك. احتجت بعض الوقت للهدوء، خرجت بعيدا عن الناس وبكيت، ثم عدت وقلت لا بأس، هذا هو الواقع هنا وعلي تقبله. الليلة الأولى كانت صعبة جدا، لم أتمكن من النوم لأنه كانت هنالك انفجارات، كنت أستيقظ وأتساءل أين أنا. إذن الليلة الأولى كانت ليلة فظيعة. في اليوم الثاني حاولنا أن نفهم الاحتياجات، ما يحتاج إليه الأطباء والممرضين، ووجدنا أنه لا يوجد شيء، حتى الشاش غير موجود، ليس هنالك مسكنات، ليس هنالك مضادات حيوية. كنت أسأل الممرضة هل وصلكم المضادات الحيوية، تقول لا، فما الذي علينا فعله؟ لا شيء، ليس هنالك أيضا مواد تعقيم، حتى بخاخات لمكافحة الأزمة أو الربو، لا نعرف كيف نعالج الناس، حتى أسطوانات الأكسجين غير موجودة. أحد المرضى توفي لأنه اضطررنا أو احتجنا إلى إخراجه من المستشفى لقيام بعملية أشعة، ولكن لم يكن هناك أكسجين فلقي حتفة توفي. إذن من الصعب في مكان فهم ما يحدث. نعم، الأطباء والممرضين والممرضات المحليون ربما هم اعتادوا على ذلك، لكن بالنسبة لنا الأمر أشبه بالكابوس.